ايضا يقدم اسطوره رائعه من خلال غاره ومن خلال منصوره. تهانينا والناموس للجميع. التواصل يستمر مشاهدينا الكرام في انطلاقاتنا المسائيه لهذه الليله، حيث انتصارات وتحديات من خلال هذه الشعارات المسائيه. تهانينا لبلوميه حيث كسب الكاسين مع شوط من اشواط ومن هجن الانتاج. نذهب مباشره الى شوط خاص بالبندقيه وشوط خاص بالقعدان. الانتاج الحجايج و800 ألف المرصوده للفايز بالمركز الاول. فاهلا وسهلا بكل الشعارات الحاضره المتنافسه لنيل الانتصار والفوز والناموس الى بندقيه الانتاج، بندقيه مهرجان ولي عهد دبي لعام 24 الى الصداره. وياتي بن غدير على قائمه الشوط ليقدم والوال في صداره المقدمه زايد بن حمد بن راشد بن غدير، بينما ريمان يحتل المركز الثاني. عويضه بن حمد بن سهيل بن مضحيه العامري ياتي على ثاني المراكز. اما المركز الثالث وصول من قبل كفو حميد بن عبيد بن حضيبه النعيمي الى المركز الثالث. المركز الرابع من الجانب الاخر في هذه اللحظات، ولكن شوف التسلل من قبل الطاير حمدان بن سعيد بن حمد الدرعي، بدأ يطير يحلق على المركز الرابع. أما المركز الخامس ووصل بن قناص من خلال هذه اللحظات مع الوسمي عمير بن حزمي بن قناص العامري. هكذا هي النتيجة أيها المشاهدين الأعزاء لشوط الإنتاج، لشوط البندقية، لشوط مليوني، لشوط تنافسي كبير من خلال هذه اللحظات. أشواط الانتاج والمنتجين، عوده الى بن غدير، عوده الى ولوال، لا زال مسيطر على قائمه الشوط. زايد بن حمد بن راشد بن غدير هو على قمة الشوط، بينما بن مضحية يقدم ريمان، يقدم ريمان على المركز الثاني. سهيل بن حمد أو عويضة بن حمد بن سهيل بن مضحية العامري المركز الثالث. وصل الطاير الدرعي واصل حمدان بن سعيد الدرعي، بينما الوسمي 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 عمير بن حزمي بن قناص العامري. ولكن شوف شعار من غدير من جديد ياتي مع وثبان، ياتي مع وثبان راشد بن حمد بن راشد بن غدير حل على المركز الخامس. هذه النتيجة 4 كيلومترات منافسة الشوط والبندقية لمن؟ البندقية لمن؟ لكن الصراع الله. شوفوا شوفوا بن مضحية غير 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 إلى مقدمة الشوط. ها هو ريمان على قائمة الشوط، ريمان يسيطر، لكن الدرعي يأتي من جديد بتحدي آخر. الطاير الطاير حمدان بن سعيد بن حمد الدرعي بدأ يطير يحلق في هذه البندقية. المركز الثاني بن مضحية، عويضة بن حمد بن سهيل بن مضحية العامري، لكن اسم جديد ينضم إلى المنافسة لأحمد بن عبد الله بن حارب الدرعي. الشهم حاضر، الشهم حاضر، الشهم يناور من خلال هذه اللحظات. بالحزمي على المركز الرابع، المركز الخامس متعب لمحسن بن حمد الفلاحي واصل في المركز الخامس. هذه الخماسية الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو الخطير، لكن السيطرة واضحة من قبلك يا الدرعي. الطاير الطاير يطير بالمركز الأول حمدان بن سعيد بن حمد الدرعي، لازال هو من يفصل الأمور في مقدمة الشوط مع البندقية. لكن الشهم يا سلام، الله، هذا هو الشهم، سلالة الطاير يمكن، هذا هو أمامكم. طار طار الطاير الشهم بالمركز الأول، سلالة الشهم هذا هو أمامكم، سلامة تسكاي دايف. أيضا أحمد هنا الدرعي يأتي يتقدم إلى السلطنة، أحمد بن عبد الله بن حارب الدرعي
إلى أهالي السرية بدون منافس على الإطلاق، بدون منافس على الإطلاق. شوفوا شوفوا شوفوا، هذه يعني شيء من الخيال، شيء من المستحيلات، شيء من الخيال، شيء من الخيال. شوف الفرق بينه وبين البقية، يا ما شاء الله تبارك الله. يا الدرعي الشهم، الشهم عبد الأحمد بن عبد الله بن حارب الدرعي يحارب من أجل البندقية، حارب من أجل البندقية. سلام للسلطنة، سلام سلام لهالي السرية. ها هو أمامكم أحمد وهالي بشاير. أسعد الله مساكم، أسعد الله مساكم. روح التوقيت، كل التوقيت، كل البندقية، كل الناموس كله. شوف 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 شوف، هذا اللي ما يتبدل غيره، هذا اللي ما بيحصلون شرواته. تهانينا يا الدرعي، تهانينا يا الدرعي على الفوز. أحمد بن عبد الله بن حارب الدرعي، أسعد الله مساكم يا هالي السرية. والشهم بالفعل كان على قدر من المسؤولية في هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني ريمان عويضة بن حمد بن سهيل العامري، والمركز الثالث، الثالث الطاير حمدان بن سعيد الدرعي. المركز الرابع من خلال هذه اللحظات، عودة إلى التوقيت الزمني، عودة إلى الأفضل توقيت. ما شاء الله كل التوقيت الشهم، 5:42، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك أحمد بن عبد الله بن حارب الدرعي، سلام وتحية لهذه السلطنة. حيث التهم التوقيت، حيث حطم التوقيت، حيث كان على موعد مع البندقية. المركز الثاني 5:49 وجزئين من الثانية، كان ريمان مشاهد عز عويضة بن حمد بن سهيل العامري. تهانينا بمضحية. أما المركز الثالث كان الوسمي عمير بن حزمي بن قناص، 5:49.07 من الثانية، حيث حل في المركز الثالث. مشاهدينا الكرام في هذه المنافسة، المركز الرابع والخامس، تهانينا للجميع. الطائر حمدان بن سعيد الدرعي، والمركز الخامس كان متعب محسن بن حمد.